السلام عليكم. في الفيديو ده هحل example على المومنت ديستريبيوشن للنون سوي فريم. طيب الفريم اللي عندنا ده هبدأ الحل. اول step عندنا هي split and lock. يعني ايه split and lock؟ انا هبدأ اقسم الفريم اللي عندي من عند كل internal joint. يعني هفصل عند B، عند B فيه 3 members زي ما احنا شايفين، فهفصله ل 3 members. عند C عندي 3 members فهفصله ل 3 members. طيب يبقى أول خطوة هقسم من عند ال joints، فلاقي إن الفريم بتاعي هيبقى شكله كده بالمنظر ده. أنا كده فصلت الفريم بتاعي ل members صغيرة عند كل internal joint. طيب نوع السبورت عند النقطة دي هيبقى عبارة عن ايه؟ هل هعمله simple support زي ما كنا بنعمل في 3 moment equation، ولا هعمله support تاني؟ لو انا عملته simple support زي 3 moment equation، فكده انا خليت المومنت عند الجوينت دي بصفر. بس في المسألة الحقيقية المومنتس عند الجوينت دي بقيم كبيرة مش بصفر. اذا فانا عندي حل من الاثنين، يا اما هضيف انا المومنت، ودي كده كانت طريقة ال 3 moment equation، او الطريقة الجديدة بقى هنا ان انا هعمل لوك للبوينت دي. يعني ايه لوك؟ يعني اعملها فيكسيشن، احط فيكسد سبورت. لما احط فيكسد سبورت هنا يتولد عندي مومنت عند الفيكسيشن، يبقى اصبح عندي مومنت زي المسألة الحقيقية بس هيبقى مش بنفس القيمة. تعالى نعمل كده تاني خطوة هنعملها هي اني احسب بقى قيمة الفيكسد اند مومنت. ايه الفيكسد اند مومنت؟ زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده، هي قيمة الرياكشن نتيجة الحمل اللي موجود هنا. هدخل جدول اشوف المسألة دي قيمة المومنت اللي هنا with respect للود هتبقى عاملة ازاي، طبعا على حسب شكل السبورت وعلى حسب شكل اللود اللي عندي. يعني خلينا نبدأ الأول بالdetermined structure اللي هو الكانتليفر. أنا عارف قيمة المومنت اللي عند الكانتليفر هتبقى WL square over 2، يعني لما أعوض 2 by 3 square over 2 تطلع بتسعة. طيب بالنسبة للفيكسد فيكسد سبورت وعليه ديستريبيوتد فيكسد فيكسد بيم وعليه ديستريبيوتد لود، هلاقي ان قيمة المومنت عنده هي WL سكوير اوفر 12، يعني 2 في 12 سكوير اوفر 12 اللي هي بتساوي 24. نفس الكلام هنا 24. طيب بالنسبة للفيكسد هنجد وعليه ديستريبيوتد لود، قيمة المومنت بتبقى في الجدول بتاع الفيكسد اد مومنت WL سكوير اوفر 8، يعني 2 في 8 سكوير اوفر 8 تطلع ب 16. طيب والسي دي، سي دي ما لهوش اي احمال، فالمومنت اللي هنا تطلع ب 0. طيب وده فيكسد فيكسد بيم وعليها كونسنتريتد لود، قيمه المومنت من الجدول تبقى 4.5 اللي هي بي ال اوفر 8، والناحيه الثانيه برضو 4.5. كده انا طلعت قيمة الفيكسد اند مومنت عند كل الجوينتس. طيب المفروض لو انا رجعت تاني جمعت المسألة دي عند الجوينت بي، ان توتال المومنت عند النقطة دي يطلع بصفر عشان يبقى في ايكوليبريم. لو انا عملت كده هتلاقي ان توتال المومنت ما طلعش بصفر، ده طلع فيه ايرور. الايرور ده عشان اظبطه محتاج ان انا اعمل له بالانسنج، يعني اجيب له مومنت من عندي واحط له واحطها عند الجوينت بحيث انها تشيل الايرور اللي هيطلع من الفرق ده. يعني تعالوا نحسب كده، لو جينا ناخد عند جوينت بي كده ونشوف مجموع المومنتس، المفروض انها تطلع بصفر. ده 24 ودي 9 4.5، بس هنلاقي ان المجموع بتاعهم مش بصفر، ده هتلاقي مجموعهم ب 10.5، ده التوتال بتاع. اذا عشان يحصل ايكوليبريم فانا هنجيب مومنت من عندي واحطها هنا،
ب 10.5 وعكس اتجاهها عشان تشيلها وتصبح البوينت دي بالانسد. يبقى القيمة المومنت اللي انا هجيبها دي اسمها بالانسنج مومنت، مومنت انا هجيبها من عندي عشان تعمل بالانسنج للنقطة دي ويبقى اندر ايكوليبريم، ويبقى سيجما الفورسز او سيجما المومنتس هنا بزيرو. طيب المومنت اللي انا هجيبها دي مش هحطها على الجوينت، ده المومنت هوزعها على طرف كل ممبر. طيب هوزعها، يبقى انا هحتاج الديستريبيوشن فاكتور، وزي ما شفنا في الفيديو اللي قبل كده الديستريبيوشن فاكتور بيعتمد على الاستفنس بتاعت كل ممبر او الريلاتيف ستيفنس للممبرز. يبقى الاول احسب الاستفنس بتاع كل ممبر، بعد كده احسب ديستريبيوشن فاكتور، بعد كده ابدا اوزع المومنتس، ولما هاجي اوزع اوزع في جدول عشان يبقى الموضوع اسهل واسرع. طيب يبقى الخطوه الثالثه عندي هي اني هحسب الاستفنس وهحسب الديستريبيوشن فاكتور. طيب خلينا عارفين ان الاستفنس بيتحسب للممبر بغض النظر عن الاحمال اللي عليه، والديستريبيوشن فاكتور بيتحسب عند الجوينت. طيب تعالى نحسب كده ممبر ممبر. اول ممبر اللي هو الاي بي، فاقول ستفنس لممبر اي بي، او ممكن اسميها ستفنس لممبر بي اي، الاتنين واحد لانه للممبر كله. عبارة عن ايه ده؟ فيكسد فيكسد، وزي ما قلنا قبل كده لما يبقى فيكسد فيكسد هيبقى 4 اي اي اوفر ال 4، والاي اي بتاعتي اللي هي 1 اي اي، وال ال بتاعتي اللي هو طول هيبقى ب6، تطلع في الاخر 2 اوفر 3 اي اي. تمام، بالنسبة ل ستيفنس ممبر بي سي هتلاقي بتساوي، هي فيكسد فيكسد 4 اي اي برضو اوفر ال، لما نيجي نعوض هتبقى 4 والاي اي المرة دي 2 اي اي اوفر ال، ال عندي هنا ب 12، يبقى في الاخر 2 اوفر 3 اي اي. عندي ممبر سي دي الاستفنس عنده تبقى ايه؟ سي دي ده فيكسد هنج، دي يبقى 3 اي اي اوفر ال، 3 في 1 اي اي، وال ال بتاعتي ب6 هتطلع نص اي اي. بالنسبة لممبر سي اي هلاقي ان الاستفنس بتاعتي، طبعا انا ببص على الممبرز بعد ما عملت لها سبليت، هلاقيه فيكسد هنج، فيبقى 3 اي اي اوفر ال، 3 اي اي وال ال بتاعتي ب8 هتطلع في الاخر 3 اوفر 8 اي اي. طب وبالنسبه للكانتليفر، الستفنس بتاعت الكانتليفر هتبقى بصفر، هي مش هتسحب اي لود عند الجوينت بي. طيب ده بالنسبه عند الممبرز. طب بالنسبه عند الجوينت هاخد جوينت جوينت وابدا احسب. تعال نبدا ب جوينت A. جوينت A عندها كم ممبر؟ جوينت A عندها الفيكسد سبورت اللي احنا قلنا قبل كده الاستفنس بتاعته بانفينيتي، وعندها بانفينيتي، وعندها الممبر اللي هو AB، والاستفنس بتاعت ممبر AB ده هتطلع ب 2 على 3 زي ما احنا كنا حاسبينها قبل كده اللي هي دي. طيب انا عايز احسب distribution factor ل member A B. قلنا الرول بتاعنا هو عبارة عن stiffness الممبر على total stiffness اللي عند الجوينت، يعني stiffness الفيكسيشن زائد stiffness الممبر ال A B، فتلاقيه بتساوي AB 2 over 3 EI ال stiffness بتاعت ال member A هتبقى ب infinity، وال stiffness بتاعت member AB هتبقى 2 over 3 EI. infinity plus أي حاجة ب infinity، 2 over 3 EI over infinity هتطلع ب 0. يبقى على طول نحفظها بعد كده إن distribution factor
عند الفيكسد سبورت. عند الفيكسد سبورت ايه اللي هو في بداية الممبرز هيطلع بيه صفر. مش بتكلم على اللي جوه ده، انا بتكلم على اللي اصلا كان فيكسد سبورت اللي هو عند نهايات الاستراكشر اللي هو في المسألة الحقيقية، هتلاقيه دايما بيطلع بزيرو. تمام، ده معناه ايه؟ معناه ان هو اي لود هيتحط هنا الفيكسد سبورت هو اللي هيسحبه مش الممبر اي بي. طيب كده خلصنا جوينت اي، تعال نروح لجوينت بي. تعال نروح ل جوينت بي. جوينت بي عندها كم ممبر؟ عندها ممبر بي اف، عندها ممبر بي سي، عندها ممبر بي اي. ستيفنس بتاع بي اف بزيرو، ستيفنس بتاع بي اي اروح ابص هنا، قلنا اي بي زي بي اي هيطلع 2 اوفر 3 اي اي، وستفنس بتاع بي سي هيطلع ب 2 اوفر 3 اي اي اللي احنا جبنا من هنا. طيب الرول بتاعنا ديستريبيوشن فاكتور، ديستريبيوشن فاكتور الاول تعال نشوف بي اف، بي اف هتبقى بصفر، بي اي خلي بالنا ان distribution factor BA مختلف عن distribution factor AB لان ده عند joint B وده عند joint A، لكن في ال stiffness AB و stiffness BA الاثنين واحد، لكن distribution factor مختلف. طيب distribution factor عند BA هو عبارة عن ال stiffness بتاع BA over total stiffness اللي عند ال joint اللي هو stiffness BF و stiffness BA وستفنس بي سي. طبعا كده كده ستفنس بي اف بصفر، فبعد كده مش هكتبها، بي اي هتبقى بتو اوفر 3 يبقى الستفنس بتاع بي اي هيبقى 2 على 3 اي اي بلس ستفنس بتاع بي سي اللي هو 2 على 3 اي اي، الاي اي كلها تروح مع بعض يتبقى لي 0.5. طيب ديستريبيوشن فاكتور لممبر BC هلاقي هو الستفنس بتاع BC على ستفنس BC زائد ستفنس BA، وطبعا ستفنس BF اللي هي 0. BC هيطلع ب نص. طيب انا ممكن احسبها بالرول ده او ممكن اقول ان ده distribution factor BC بيساوي 1 minus distribution factor بتاع BA، لان مجموع الديستريبيوشن فاكتور بتاع ده هيبقى واحد، اللي هو المقصود بيه ان المومنت اللي عند الجوينت ده هو 100% من الجوينت، ده هياخد نسبه 50% مثلا اللي هي نص، وده هياخد نسبه 50% اللي هي نص، ده معناه ان لازم مجموعهم يبقى بواحد، يبقى واحد ماينس ديستريبيوشن فاكتور التاني، ومش محتاج احسبها بالطريقه دي، هيطلع بي نص. طيب بالنسبه ليه joint C على طول انا هحسب distribution factor ل C B، هو عبارة عن stiffness C B على stiffness C B زائد stiffness C D زائد stiffness C E. الممبرز اللي عندي هي stiffness C B و stiffness C D، الكلام ده بيساوي سي بي بكام؟ سي بي كانت ب 2 اوفر 3، ما كتبتش اي اي لان زي ما شفنا هنا الاي اي في الاخر كلها هتطير مع بعض، اوفر السي بي اللي هو 2 على 3 والسي دي اللي هو كان نص والسي اي اللي هو كان 3 على 8، هيطلع سي بي ب 0.432. طيب distribution factor لممبر CD هيساوي
2 على 3 هيساوي نص على 2 على 3 زائد النص زائد 3 على 8. ده الـ stiffness بتاع الـ CD هيطلع 0.325. طيب آخر حاجة distribution factor بتاع CE ده زي ما قلت هقول 1 minus باقي الـ distribution factors اللي هي 0.432 زائد 0.325، فهتطلع 0.243. طب بالنسبة لـ joint E و joint D، joint E ده hinged support. تعالى كده نراجعه، هقول ان انا عندي member اللي هو بتاع الـ hinged support الـ stiffness بتاعه KE بتساوي 0، وعندي member اللي هو EC الـ stiffness بتاعة EC بتساوي 3 على 8. قلنا distribution factor لـ member AC هيساوي قيمة الـ AC الـ stiffness بتاعت AC على total stiffness اللي هو 0 plus 3 over 8 على الـ AR. فتلاقي ده طار مع ده فيطلع distribution factor بواحد. معناه ايه؟ معناه ان اي moment هتتحط عند الـ joint E هتروح كلها للـ member، لان الـ support الـ moment عنده بصفر مش هيسحب حاجة. طيب وبالنسبة لـ joint D خلاص هي نفس الكلام، هيبقى distribution factor عند joint D C أو لو member D C بتساوي 1. الخطوة رقم 4 هي إن أنا أبدأ أعمل balancing زي ما قلت لغاية لما أوصل لقيمة المومنت الحقيقية. طيب أنا هعملها إزاي؟ هعمل في جدول وأكتب في الجدول من فوق قيمة الجوينتس، فهقول أنا عندي كام جوينت A، كان عندي جوينت B، كان عندي جوينت C، كان عندي جوينت E و D و F. طيب لو رجعنا للمسألة واحنا بنحل الجوينتس اللي هتلاقي مكتوب عندها distribution factor بواحد ما تكتبهاش عندك في الجدول، يعني joint D و joint E مش هكتبهم عندي في الجدول، و joint F joint F دي اللي هي كانت نهاية الكنتليفر فأنا مش محتاج، يبقى أنا محتاج بس التلات قيم دول. طيب بعد ما تكتب الـ joints تكتب الـ members، يعني member joint A عندها كان member AB بس، فأنا هكتب AB. joint B كان عندها member BA، وكان عندها member BF، وكان عندها member BC. joint C كان عندها member CB، وكان عندها member CE، وكان عندها member CD. بعد كده انا بملى الجدول بتاعي بقيم الـ distribution factors اللي انا كنت لسه حاسبها في الـ step اللي قبل كده، وناخد بالنا ان انا بحط الـ joints، كنت بحط الـ joints بالترتيب اللي هو جنب بعض في المسألة، وبحط الـ members بتاعت اللي عند كل joint اللي جنب بعض بحطهم برضو في الجدول جنب بعض، يعني اللي كانوا في المسألة جنب بعض بحطهم في جدول جنب بعض. افتكر كده المسألة كان عندي هنا A، عندي هنا B، وعندي هنا C، فأنا حطيت A و B و C بنفس الترتيب، B A جنب A B، B C جنب C B، وهكذا. طيب بعد ما تملأ الـ distribution factor بعد كده هتحط القيم بتاعة الـ fixed end moment اللي انت كنت حاسبها. فبص هنا عندي على المسألة أول حاجة joint E، joint E عندها 4.5 بتلف counter clockwise، والcounter clockwise بـ negative، فهعوض عنها هنا بـ negative 4.5.
4.5. طيب بالنسبة لي BA عندها 4.5 وبتلف clockwise يعني positive، فحط هنا 4.5. BF 9 وبتلف clockwise فتبقى 9 positive. BC عندها negative 24 عشان بتلف anti clockwise فتبقى هنا negative 24. عند CB ب 24 وبتلف clockwise فتبقى ب positive. CE اللي هي 16 بتلف anti clockwise تبقى negative، تبقى negative 16. وآخر حاجة CD كانت بزيرو. بعد ما حسبت الـ fixed end moment محتاج أحسب الـ balancing moment اللي أنا هبدأ أعوض بيها عند كل joint. عشان أعرف قيمة الـ balancing moment فأنا هعمل 3 خطوات عند كل joint at joint. أنا هجمع قيمة الـ moment بإشاراتها كده، هعكس قيمة الـ sign يعني لو positive أو negative، وبعد كده هوزع قيمة المومنت على حسب الـ distribution factor. تاني أنا هجمع قيمة المومنت اللي هنا، لما أجي أجمع negative 24 و 9 و 4.5 هتلاقي مجموعهم ب negative 10.5. طيب ده كده قيمة الـ error. عشان أضبط الـ error فأنا هجيب له balancing moment قيمتها بكام؟ ب positive 10.5. يبقى أنا جمعت وعكست الإشارة، بعد كده هبدأ أوزع. هوزع إزاي؟ هوزع على حسب distribution factor. هقول إن ده عنده 0.5 ف 10.5 في 0.5 هتطلع ب 5.25. طيب وهنا خلينا نكتبها بنفس اللون، و 10.5 أضربها في 0 فتودي لي هنا 0، و 10.5 أضربها هنا ب 0.5 فتديني 5.25 بنفس الإشارة. طيب عن joint A negative 4.5 ده المومنت اللي عند الفيكسيشن، هل أنا محتاج له balancing moment؟ لا، فأنا هكتب هنا البالانسنج مومنت عند الفيكسيشن ده ب 0. عن joint C هبدأ برضو أجمع، هيديني positive 8، بعد كده أعكس الإشارة فتبقى negative 8، بعد كده أبدأ أوزع حسب الـ distribution factor. فـ negative 8 لما أضربه في 0.432 هيديني negative 3.456، ولما أضرب في 0.243 هيديني negative 1.944. واخر قيمه اللي هي البالانسنج مومنت اللي عند السي دي، ممكن اضرب نيجاتيف 8 في 0.325، بس انا مش بفضل كده. انا افضل ان انت تعمل ايه، نيجاتيف 8 تنقص منها نيجاتيف 3.456 ونيجاتيف 1.944 عشان تقفل معايا بقيمه ال 8، عشان لو في ابروكسيميشن ولا حاجه ما يطلعليش 8.01 او يطلع لي 7.99، يبقى قافله معايا ب 8 نيجاتيف 2.6. كده انا حطيت balancing moment. طب تعالى كده نتأكد البالانسنج مومنت ده ليها carry over ولا لا. يعني ايه carry over؟ لو افتكرنا في الفيديو اللي قبل كده كنا بنقول لو انا عندي joint اتحط عليها concentrated moment والناحية التانية عندي concentrated، فهتاخد reaction قيمته 0.5 من قيمة المومنت دي وفي نفس الاتجاه اللي هو بنسميه الكاري اوفر مومنت. طيب تعالوا كده نراجع المسألة ونشوف مين اللي ليه كاري اوفر. دلوقتي لو انا حطيت مومنت عند جوينت A، حطيت مومنت عند جوينت A، الناحية التانية من joint A اللي هي joint B fixed، إذن هي هتاخد نفس قيمة المومنت
آسف نفس اتجاه المومنت وبنص قيمتها، يبقى جوينت بي هتاخد من جوينت ايه. طيب تعالوا نشوف، لو انا حطيت مومنت عند جوينت بي، لو انا حطيت مومنت عند جوينت بي هتلاقي ان الناحية التانية منها فيكسد اللي هي جوينت ايه، فهتاخد نص قيمة المومنت اللي هتتحط هنا في نفس الاتجاه. طيب تعالوا نشوف جوينت سي with respect to joint B، لو انا حطيت عند joint B هتلاقي C fixed فتاخد معاها، لو انا حطيت عند joint C هتلاقي ال B fixed فبرضه هتاخد معاها، لكن لو حطيت عند joint C هلاقي ان E مش fixed فمش هتاخد carry over، لو حطيت عند joint C هلاقي ان D برضه مش fixed فمش هتاخد carry over، نفس الكلام ل F. طيب نيجي نشوف هنا، يبقى لو انا عندي concentrated moment عند الفاي عند ال عند joint BA اللي هي هنا joint point 6 2 5. طيب هنا صفر فتودي لي الناحية التانية صفر. طيب نفس الكلام BC وC B، BC اللي هي كانت هنا fixed وC B اللي هي كانت هنا fixed، هتلاقي ان دي هتودي نص ودي برضو تودي نص كله بنفس الإشارة، دي هتودي لي 2.625 والنيجاتيف 3 هتوديني نيجاتيف 1.728. طيب وبالنسبة للباقي مفيش كاري اوفر للباقي، لأن جوينت بي اف مش هتاخد حاجة من الكانتليفر، نفتكر ده الكانتليفر، جوينت سي اي، جوينت اي اصلا مش ما عندهاش مومنت فمش هتودي لي حاجة، وجوينت سي دي نفس الكلام، دي اصلا ما كانش عندها مومنت فمش هتودي لي حاجه. طب تعالى نتاكد هل انا محتاج بالانسنج مومنت ولا لا، فعند كل جوينت هجمع، قلنا كده كده عند الفيكسيشن اللي هو ده بزيرو، مجموع دول هيطلع بكام؟ مجموع دول هيطلع ب نيجاتيف 1.728، جمعت عكست الاشاره وابدا اوزع، ولو لاحظنا هتلاقي قيمه البالانسنج مومنت اللي انت محتاجها بدات تقل، ده معناه ان الايرور بتاعك برضو بدا يقل، فالبالانسنج مومنت هنا لما اضرب 1.728 في 0.5 هيديني 0.864، وبي سي هتبقى نفس الكلام 0.864، وهنا 0 وهنا 0، هتطلع ب نيجاتيف 2.625، انا جمعت وعكست الاشاره وابدا اوزع، هضرب الاول في 0.432 هيديني نيجاتيف 1.134، لما اضرب في 0.243 هيديني نيجاتيف 0.6638، لما اضرب في 0.325 او قلنا بقى اعمل نيجاتيف 2.6 ماينس القيمتين دول هيديني نيجاتيف 0.85 بالنسبة للكاري اوفر مومنت، اخد نفس الاسهم دي واطبقها، فال 0.8 هتودي لي 0.432 وال 0 يوديني 0 0 0.86 هتوديني 0.432 وال negative 1.134 يودي لي negative 0.567 والباقي 0. هل محتاج balancing moment تاني؟ اه محتاج balancing moment تاني بس قيمة أقل دلوقتي، 0 هتبقى دي نيجاتيف 0.567، انا كده جمعت عكس الاشاره هتبقى بوزيتيف وابدا اوزع. طب انا بعمل البالانسنج مومنت كام مره؟ انا بعملها 3 مرات بس، ده عشان الامتحان عشان وقت الامتحان، لكن لو انت هتحل المساله المفروض ان انت تفضل تكمل لحد ما يطلع البالانسنج مومنت بتاعك بزيرو. طيب كده هبدا اوزع، تلاقي هنا بصفر وده يضرب في نص هيبقى 0.24 هيبقى 0.284، نفس الكلام ده 0.284 وهنا بزيرو. طيب نجمع هنا نحسب البالانسنج مومنت اللي انا محتاجه هيطلع 0.432، بعد كده عكس الاشاره فيبقى نيجاتيف، بعد كده اوزع تاني فهيطلع نيجاتيف 0.187 نيجاتيف 0.125 نيجاتيف 0.140. اخر حاجه الكاري اوفر مومنت،
انا هعمل كاري اوفر مومنت عند الفيكسد سبورت اللي موجوده اصلا في المساله الرئيسيه. يبقى دي اخر حاجه بعمل كاري اوفر مومنت عندها. يعني المساله الرئيسيه اللي عندي كان عندي فيكسد سبورت واحد بس اللي هو A، فلما يبقى عندي مومنت عند جوينت B هودي نص قيمه المومنت عند جوينت A واقفل المساله على كده عشان تبقى كلها بالانسد. طب وباقي الكاري اوفر مومنتس مش هعملها عشان ما ارجعش ابوظ تاني المساله وابقى محتاج بالانسنج مومنت جديد. يبقى انا هودي بس ل جوينت A. فودي 0.284 نصها اللي هو 0.142 والباقي مش هعمل لهم اي كاري اوفر. ارجع بقى احسب الفاينل مومنت، الفاينل مومنت بتاعتك عند كل جوينت هتطلع بكام. الفاينل مومنت هي مجموع كل المومنتس اللي موجودة هنا بإشارتها. فنيجاتيف 0.45 بلس 0 بلس 2.625 بلس 0 بلس 0.432 بلس 0 بلس 0.142. طبعا ما بجمعش البالانسنج مومنت دي لان انا وزعتها تاني، وما انساش ان انا ما اجمعش الديستريبيوشن فاكتور وما اتلخبطش في النقطه. فتطلع البي الاي بي بتاعتي ب نيجاتيف 1.31 وباقي القيم ابدا احط قيم البيندنج مومنت على الاستراكشر اللي معمول له سبليت. بس لو انت قادر تقرا الارقام من كتر الحل فانت ممكن تحطها على طول على الفاينل استراكشر. طيب هنا نبدا بالديترمنت استراكشر اللي هو الكانتليفر، فتلاقي المومنت اللي هو بي اف طلع عندنا بتسعة تسعة يعني كلوك وايز، فيبقى بيلف كده. ما ننساش ان الساين كونفنشن هنا مختلفة عن اللي احنا كنا بنحل بيها في structure 1. BC هنلاقيها negative 19 معناها انها anti-clockwise 19.897. CB هتلاقيها ب 22 يعني clockwise. CE بnegative يعني anti-clockwise. B A ب positive يعني clockwise. A B ب negative يعني anti-clockwise. C D ب negative يعني anti-clockwise. هنبدأ كده عند A دي لسه لبره قيمة 1.31 فهطلع هنا 1.31، وعند B ب 10.89 ناحية دي للسهم فهطلع 10.89 ووصل الكلام ده داشت. ومن النص ابدا انزل بقيمه السته، طبعا ده هيبقى بي ال على الاربعه، فهنزل من هنا بي ال اوفر 4 اللي هي تطلع بتسعه. تمام. عند الكانتليفر هتلاقي المومنت بتسعه لفوق فانا هطلع تسعة. ووصل داشت وعلق البارابولا. البارابولا قيمتها 2.25 اللي هي WL سكوير على 8، ف
أوصل دي كده وأنزل من النص 2.25 اللي هي WL square over 8. طيب وعند بي سي هتلاقيها ب 19، فأنا هطلع أكتر من 9، هطلع هنا 19.897. هو المفروض طبعا إن الخط ده والخط ده لازقين في بعض، بس أنا بفرقهم عشان يبان الفرق ما بين البي اف والبي سي. طيب عند السي ب 22، فهطلع أكتر من 19، 22.28، وأوصل داشت وأعلق البارابولا بتاعتي اللي هي دبليو ال سكوير أوفر 8 اللي هو 2 في ال 12 سكوير أوفر 8، فتطلع ب 36. فهبقى محتاج أنزل لتحت وأطلع من هنا، فهي دي 36. طيب هنا هلاقي المومنت ب 18، تبقى كده 18.687، أوصل ده للزيرو عشان المومنت هنا بزيرو، وأعلق البارابولا. البارابولا هنا هتبقى W L square over 8 يعني 2 في ال 2 في 8 square over 8، تطلع ب 16. فهنزل من هنا 16، هتبقى المنظر ده. آخر حاجة عندي هنا 3.5، فهطلع كده 3.593، أوصل دايركتلي للزيرو.